بص انا طبعا الحقيقه يعني انا احب السينما جدا كمتفرج، يعني احب اتفرج جدا على السينما، ومفيش اي حد على الاطلاق ينكر انه مهرجان كان واحد من اهم المهرجانات السينمائيه اللي موجوده في العالم يعني، وفي رايي المتواضع هو اهمها على الاطلاق. انا اشوف كان دايما اهم من اوسكار بمراحل، يعني بمراحل. السنه دي كان بيحتفل باليوبيل الماسي للتاسيس. خلونا بقى ناخد معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي، ك يعني رجل مصر في مهرجان كان. ازي حضرتك يا استاذ طارق؟ الله يخليك، اهلا استاذ يوسف، عامل ايه؟ كله تمام، وحشني قد الدنيا. وكل سنه وانت طيب باليوبيل الماسي بتاع المهرجان. اه والله. هترجع امتى يا استاذ طارق؟ انا هرجع فجر الاثنين باذن المهرجان الله. يخلص يخلص السبت، علشان لازم نتعشى سوا. اعلان الجوائز لازم نتعشى سوا. ارجوك. بقى انا حوالي 5 سنين بنتكلم على الحكايه. أيوة دي. أيوة, ايوه ايوه ايوه. العشوه عندي المؤجله، امل برضه تتحقق. عندي امل فيك على راي فيروز. قول لي يا استاذ طارق، يعني مهرجان كان السنه دي بالتاكيد ليه جو مختلف، طابع مختلف، حاله مختلفه. وكمان هسال على هل الافلام السنه دي ايضا فيها اختلافات عن الدورات السابقه؟ هو الاختلاف الحقيقه ان المهرجان رجع ينطبق عليه مواصفات المهرجان. ايه مواصفات المهرجانات؟ يعني هو الزحام، اقبال الناس طبعا، الصراع من اجل تذكره، يعني الناس تقف امام شباك التذاكر تتزاحم عشان ترى النجوم. كل ده في اخر عامين لاسباب طبعا معروفه كنا مش شايفينه ومش موجود. عاد بقوه هذا العام. كنت دايما تلاقي ابن الامن، بالذات الامن الفرنسي، صارم قوي اكتر. حتى لما اكون في برلين الامن الفرنسي اشد صرامه من الامن الالماني. موجود بقوه عشان خاطر ينظم المرور، ولما يلاقي فيه تزاحم يبتدي يقلل التزاحم في حته معينه على النجوم وحاجات كده يعني. فعادت الحياه المهرجانيه مره اخرى، افلام، حضور طبعا. وانا متابع مهرجان كان 30 سنه. مصر كتواجد للنجوم كان دايما بتجد حاله من الزحام لنجوم مصر، عدد ضخم جدا، وكانت بالعدوى. يعني نادرا لما كنت تجد ان فنانه او فنان او نجم في القاهره وقت اقامه المهرجان، وكانت كتير من الفضائيات بتبقى موجوده. طبعا ده اختفى في السنوات الاخيره لسبب انه اقتربوا من شهر رمضان. تعرف يعني المهرجان بيعقد دايما في شهر مايو. ايوه. فشهر مايو كان الراوند كده رمضان، يعني كان هو حاله رمضانيه. فبطل صح. النجوم يعني توقف النجوم المصريين على الذهاب، وبالتالي الفضائيات كانت بتحب تروح الفضائيات عشان تصور النجوم. مظبوط. وتعمل برامج. مظبوط. ده تضاءل، بس اتصور انه في السنوات القادمه سيعود مره اخرى. بس انا كنت افتكر انه السنه دي كان ممكن يبقى في تواجد للنجوم المصريين والعرب وما الى ذلك هناك، لانه خلاص هيبقى عدى تقريبا اكتر من شهر ونص على رمضان، ففي مساحه الى ان هم يروحوا. الا لو كانوا قلقانين من الحرب بقى ولا ايه؟ لا لا، هي المساله لها علاقه بالعدوى. ايه العدوى؟ الفنانين من متابعتي لهم والنجوم بالذات بيروحوا دايما بقانون العدوى. يعني اذا راحت فلانه فعلانه بتروح. وبعدين علانه بتخلي ترتانه تروح برضه. ايوه. فهو يعني ايه، تضاءل بوجود الفنانين. زمان كانوا بيعتقدوا انك عشان تبقى نجم لازم تحضر كام. لازم تحضر كام. في طبعا، لا انكر ان في بعضهم كان بيحضر وبيشوف افلام واخدها بجد قوي. زي محمود عبد العزيز. طبعا. زي لبلبه، زي ليلى علوي، زي يسرى، محمود حميده. دول كنا نلاقيهم في كل الافلام. بس لكن مثلا بتلاقي فيه نجوم تانيين بيجوا عشان يتصوروا على الريد كاربت. فكان في احساس كده ان المهرجان بنتواجد فيه لانه طقس مطلوب، وانه أيوه. وكانه اثبات للنجوميه. طيب ماذا عن الافلام اللي مشاركه؟ بص، طبعا احنا لسنا حوالي 4 ايام او حاجه. لكن لا شك انه السينما الايرانيه قويه. فيلم اسمه العنكبوت المقدس، في فيلم انا بتصور انه احتمال كبير ياخد جايزه، بولندي، هو عن حمار بيحكي
رؤية حمار بينتقل من مكان لمكان، كان في السيرك وبعد كده استغنوا عنه فبيعيش الحياة. فأنت يعني إيه بين نارين، وهو نفس الحمار بين نارين. هل لما بيكون في سيرك ومنضبطة الحاجة وبيجيله الأكل وبيعمل استعراض ده أحسن، ولا إنه يعيش في الحياة وينطلق؟ فهو عمله في نوع من السينما اسمه سينما الطريق، رود موفي. طبعا دايما بيبقى واحد بينتقل من مكان لمكان لمكان، شفناها كتير في السينما المصرية والسينما العالمية، وتبتدي تطرح من خلالها قضايا. المرة دي بقى، المرة دي مش الحمار بقى، وكأنه بعيون الحمار بنرى الدنيا. فأنا عجبني الفكرة، وأعتقد إنه الفيلم ده مش بعيد ياخد جايزة، لأنه بس عنده حالة كده. الفكرة دي صححني برضو، يعني أنا لما أرجع بذاكرتي لو صح تعبير بقى ما بين قوسين، سينما أوروبا الشرقية زمان أو سينما أوروبا الاشتراكية أو الشيوعية زمان كان فيها النوع ده كتير من الأفلام اللي بيتم إنتاجها، اللي هي مش متعلقة بأنه بطل الحدوتة بشري، بطل الحدوتة قد يكون حيوان ما، قد يكون شيء ما، وإن كان جماد يتحرك من مكان لمكان من غرفة إلى غرفة داخل المنزل. ده كان موجود في 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 في, في سينما أوروبا الشرقية زمان. بس أنا الحقيقة الفيلم كوميدي وساخر وتتعاطف مع حالة الحمار نفسه وصراعه، إنه هو بقى مسؤول عن نفسه دلوقتي، هو اللي يجيب الأكل، وهو يعني تغيرت المسؤولية من جهة بتحميه وبترعاه لكن بتستغله، وبيضطر يعمل مثلا بعض حاجات فيها نار فيها مجازفة، إلى حمار حر طليق. طبعا هو بيرمي وبيضع يعني دايما كده تفاصيل للدنيا كلها. عندك برضو العنكبوت المقدس، هو باتمان الإيراني، ولكن باتمان الإيراني ده كان، ودي واقعة حقيقية، قتل 16 بروستيتيوت. هو قناعته ان انا بطهر المجتمع منهم. عنده قناعه انه بيعمل عمل عظيم وهو تطهير المجتمع، وفضل قتل 16 واحده برغم كل يعني يترجون انه بلاش، ما فيش فايده. قتل 16، جت في 17 بقى، هي صحفيه وهي قاعد دي، المهم مش كده، المهم ان المجتمع نفسه منقسم ما بين انه ده بطل، انه في النهايه خلص المجتمع من بروستيتوت، او هو مدان لانه قاتل في نهايه الامر قاتل. فدي برضو كان سؤال مطروح بقوه. المخرج اسمه علي عباسي. طبعا الفيلم بيحطم التقاليد للسينما الايرانيه المتعارف عليها اللي احنا عارفينها، يعني انت عارف ما فيش قبولات، ما فيش عنف، ما فيش دماء، عندهم هما قواعد. ده متصور خارج إيران، وبالتالي في جنس وفي دماء وفي عنف. ما كنت لسه أقول لحضرتك في النهاية علي عباسي محسوب على السينما الإيرانية من الخارج مش من الداخل. أيوة صح. بس في من الداخل. النهاردة لسه شايف من حوالي ساعتين فيلم اسمه ليلى وأخواتها. ده داخل إيران بقى، يعني يعني الدولة طالع من الدولة الإيرانية. اتفرجت عليه. وفيلم برضو حلو. وفيلم طبعا بيطرح قضايا اجتماعية بجرأة. والسينما الإيرانية أنا بعتبرها فاكهة المهرجانات. ليه؟ يعني قدرت تعمل ده. يعني لما يكون مهرجان كان فيلمين في المسابقة الرسمية من إيران من دولة واحدة، يعني ده يعني يعتبر إنجاز. ليه بتعتبرها فاكهة المهرجانات؟ دايما الفيلم الإيراني يدعوك للتأمل بعد نهاية عرضه. يعني يعني يبتدي عرض الفيلم مع تتر النهاية، عكس كل الأفلام اللي هي تنتهي الفيلم، أنت تنتهي من الفيلم بعد كلمة النهاية. أفلام الإيرانية تبدأ عرضها في داخلك بعد النهاية، تبتدي تتأمل الأفكار اللي في هذا العمل الفني. فده يعني ميزة صار السينما الإيرانية دي بتقدم من داخل دولة إيران، من داخل أو من الخارج. من الخارج او من خارج. هم سينما متميزه جدا، مفيش خلاف. جدا جدا جدا. وقدمت يعني اكتر من مخرج، حصل على السعفه وعلى دب برلين وعلى اسد فينيسيا وعلى الاوسكار، زي اصغر فرهادي خد مرتين الاوسكار افضل فيلم اجنبي، وهو السنه العام ده مشارك في لجنه التحكيم.
صحيح. ايه تاني من الافلام لفت نظرك يا استاذ طارق؟ في زمن هارم الدون، ده فيلم امريكي بيحكي عن الثمانينيات، المرحله اللي كان فيها ريجان هو رئيس الجمهوريه، كويس، وبيتكلم برضو عن جزء مهم قوي، الاضطهاد اللوني او العنصري، هل هو مجرد قرار بيتم التخلص منه؟ يعني خلاص، يعني المساواه عباره عن قرار او دستور بيحتم المساواه، ام هو اعتقاد راسخ في ضمير الناس؟ اذا الاعتقاد ده انت مش قادر تؤمن بيه، هيظل قانون او دستور لكن لا يمارس. وده صح 100%. بيعود للثمانينيات وبيقدم المعنى ده، ان ممكن كان في تواطؤ ضد صبي اسود لصالح الصبي الابيض، برغم ان الابيض صديقه وحاول ينقذه وقال انا اللي عملت الجريمه او اشتركت فيها مش هو بس، ورغم ذلك ادين الصبي الاسود لانه الاجهزه كلها عندها هذا التوجه اللي هو الاضطهاد ضد الاضطهاد العنصري ضد اللون. فده برضو من الافلام اللي هي ممكن نجدها تاخد سعفه في نهايه الامر. مهم، لأنه فعلا هو بيناقش مسألة الثقافة بتاعت المجتمع هتتغير بالقرار ولا لأ. يعني من وقت إلغاء الرق في والعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية من أيام إبرام لينكولن ولحد اللحظة دي لازال هناك عنصرية، ومش بشكل فردي، يعني في 5 ولايات لديها مقاطعات معروفة بحد ذاتها وتوجه ليهم انتقادات شديدة شديدة حتى في دوائر المحاكم داخلها، إنه القضاة هناك يضطهدون الأفارقة الأمريكان لصالح العرق الأبيض لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. ده صحيح، وده الحقيقة برضو الفيلم حط تحته أكتر من خط. عندك كمان هو روسي منشق، كويس، وعامل فيلم. المشكلة إنه الفيلم حلو، الفيلم حلو، بس هل لو خد جايزة؟ أنت عارف روسيا ممنوع إنها تشارك في المهرجان. يعني ده قرار إنه فيش ولا فيلم يمثل روسيا، وده كانت غريبة، لأن أنا أفهم إنه مثلا يمنعوا الأفلام اللي هي بتناصر بوتين، أوكي، لكن إنك تعمل حجر على صناعة سينما ده غريب. إيه لكن الفيلم نفسه إنه يبقى دولة لا تشارك، هي دي غريبة، وإذا شاركت يبقى المخرج منشق. فدي من ضمن يعني الافكار اللي هي انا بحس انها الباب ده اذا اتفتح لن تستطيع اغلاقه. اصل مش بس مهرجان كان، انت هتلاقي مليون تظاهره قادمه سواء سينمائيه او غنائيه او مسرحيه او ثقافيه، وتقول لك لا مش هنعمل مثلا معرض للكتاب الروسي. طب ازاي؟ يعني هتلاقي الامور كلها بتتداعى في جزء مفروض انه ما بقاش فيه. هي بتبقى بالمزاج برضه يا استاذ طارق، يعني انا مش هتكلم على مساله انت ازاي تحرم القارئ مثلا من الادب الروسي وهو واحد من اعظم المدارس الادبيه في التاريخ يعني، لكن هي بالمزاج. يعني لو ارادوا لمنعوا افلام وكتب وموسيقى ومش عارف ايه من دول بتمارس ابرتايد كل يوم عيني عينك، بس ما بيعملوش كده. ده هي بالمزاج. يعني المانيا في فتره بعد طبعا ما تخلصوا من النازي كانوا وعرفوا انه هتلر كان بيحب موسيقى فاجنر. كان يحب فاجنر جدا، هم اعتقدوا انه سر العدوانيه في فاجنر، فمنعوا موسيقاه فتره، وبعد كده خلاص. يعني عايز اقول تنبهوا الى انه لا، يعني ما هو مش لانه بيسمع فاجنر بقى عدواني وبقى دموي وبقى متعصب، لا. فعايز اقول رد الفعل السريع ده لو في العالم منذ الاربعينيات بعض تفاصيل اخرى، بس كانت الدول كمان لديها قدره انها تدرك ان ده قرار لحظي وهيموت وما يقدرش يستمر، وممكن ده ما يستمرش. يعني ما اعتقدش ان ممكن قرار زي كده يتم تعميمه في كل المهرجانات، في كل الاجتماعات، في كل يعني حاجه ثقافيه، حاجه غنائيه. يعني مستحيل انك تعيش بدون ادب
وفن وثقافه روسيه، زي ما اقدرش تعيش بدون ادب وثقافه بريطانيه ومصريه وهكذا يعني واسبانيه. يعني الثقافات دي ده الدنيا كلها. صحيح. طب مفيش مبدع بيدي البلد لوطن، لا المبدعين الكبار بيدوا للعالم كله، فازاي تحرمني انا كمواطن من ادب او فن لمجرد انت مختلف سياسيا؟ دي برضو غريبه. شيء غريب جدا وشيء مؤسف الحقيقه اكتر منه غريب. طبعا شيء بس مؤسف. مش هيعيش. بص ما بني على باطل فهو برضه. المفروض انه ما يعيش. كويس انهم ما خدوش بالهم زمان انه هتلر كان هوايته الرسم والفنون التشكيليه وكان جامع لوحات شهير يعني، فيقول لك انه منعوا الفن التشكيلي. لا لا ده بيقول لك هو سر كمان يعني الحاله اللي عملها والقتل والدمار انه كان فنان فاشل. يعني برضه بيفسروا كان فنان تشكيلي فاشل فقرر انه ينتقم. فينتقم من كل شيء جيد في العالم يعني، فلنقته للجمال يعني. انا بشكرك جدا 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 كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي.